الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. صرحت مصادر مطلعة بأن صاروخا سقط على مدينة طابا، وأشارت المصادر إلى أن الصاروخ استهدف مبنى إسعاف المدينة والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا، لافتة إلى تعرض 6 مواطنين لإصابات طفيفة ولا وفيات. هذا وخرج المصابون 6 من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، وتجرى التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث. نفى مصدر لقناة القاهرة الإخبارية ما تردد عن أنباء حول أن مصر تقوم بتجهيز 3 مستشفيات على الحدود مع قطاع غزة لاستقبال 100,000 مصاب، وذلك مقابل حصولها على ودائع بقيمة 5 مليارات دولار من دول الخليج تحول لاستثمارات على مدى عدة سنوات. كما نفى المصدر لقناة القاهرة الإخبارية ما تردد حول نقل حركة حماس إلى تركيا. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية وصلت إلى الشرق الأوسط أو في طريقها إلى هناك، وذلك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات عليها. وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحفيين إن قوات التحالف والولايات المتحدة تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق و4 مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم، وأصيب 12 مرة من القوات الأمريكية بإصابات طفيفة وكانت إصابة معظمهم في الرأس. وأضاف رايدر أن القوات الأمريكية استهدفت في وقت سابق من يوم الخميس في العراق، لكن الهجوم باء بالفشل. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية بأن باريس سترسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة تشتمل على خيام وأدوية ومعدات طبية طارئة. وأضافت الوزارة في بيان أن الشحنة تضم 336 خيمة و28 طنا من المواد الغذائية و70 ألف قرص لتنقية المياه و18 جهاز تنفس اصطناعي وأدوية ولمبات إضاءة الطاقة الشمسية. كما ذكرت وكالة أنباء فرانس بريس أن الرحلة ستنطلق غدا السبت. دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى توفير ممرات إنسانية وهدنة تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وجاء في بيان عن المجلس أنه يعرب عن قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية. وأشار البيان إلى أن القادة الأوروبيين سيعملون بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والوقود والإيواء. أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بنحو 150 مليون دولار لدعم الهجوم المضاد والذي تقوده القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان إن القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية، لافتا إلى أن الدعم الإضافي سيساعدها على مواصلة التقدم. اتهم البيت الأبيض موسكو بإعدام جنود روس حاولوا الانسحاب خلال هجوم شنه الجيش الروسي في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن لدى بلاده معلومات تفيد بأن الجيش الروسي يعدم بالفعل جنودا يرفضون الانصياع للأوامر. وأضاف أن واشنطن لديها معلومات أيضا تفيد بأن قادة روسا يهددون بإعدام وحدات بأكملها إن هي حاولت التراجع أمام نيران المدفعية الأوكرانية.